نيجي بقى لاخر شابتر واصغر شابتر وربنا كريم اهو هنكسب وقت يعني ان شاء الله ان شاء الله نكسب وقت. يقول لك ايه infections caused by bacteria نفسي ناس تستهدى باللبن. بص على العنوان ده دي خدتوها زمان وكلكم عارفين اكتينوميسيس ايه. ها الاسرائيلي ده الشعب كله عارفها دي. يعني انت لو مش عارف حاجه في الطب تبقى عارف اكتينوميسيس ايه اسرائيلي دي. هو ايه القصه افهمني هم ليه سموا البكتيريا كده اكتينوميسيس؟ بص انت لو قلبت الصفحه معلش اقلب الصفحه كده هتلاقي الصوره بتاعتها تحت الميكروسكوب. تلاقي الصوره بتاعتها ايه تحت الميكروسكوب. في بكتيريا كتيره جدا متجمعه كده حوالين ابسس لايك استراكشر شايفينها يعني في كتله كده. هما لما بصوا حاجه غريبه جدا تحت الميكروسكوب بتكبير اكبر لقوا ان البكتيريا دي فيلامنتس. يعني ايه فيلامنتس؟ مين يقول يعني ايه فيلامنتس؟ يعني زي العصيان كده صح ولا ايه؟ طيب بس فيلامنت كبيره يعني حجمها كبير نسبيا اكبر من البكتيريا العاديه. حلو. فده اللي خلاهم زمان يتلخبطوا فيها قالوا ليه ما تكونش هايفي بتاعه البكتيريا بتاعه الفطريات. اصل الفطريات بتبقى معموله بشرايط برضو كده اسمها هايفي او مايسيليم ده معناه كده. يعني فهي اللعبه كلها كده هي بس اللارج بس كبيره حجمها شافوها زمان قالوا ده ممكن تكون عامله زي مين زي الهايفي بتاعه الفطريات. وهنا جت كلمه مايسيت او مايسيس لان كلمه مايسي مايسيت مايكو يعني يعني فطر. هما ليه كلمه اكتينو؟ كلنا عارفين يا جماعه كلمه اكتينيك يعني شمس. النقطه اللي بيشوفوها كده ممكن ترسمها بايدك كده كانوا بيشوفوها تحت الميكروسكوب ادي مين هي الباسيلاي كده الكورني بس مالها حجمها كبير زي الفطريات وبعدين متجمعه فريديال ابيرنس يعني ايه الكورني متجمعه ريديال زي اشعاع الشمس كده انت شايف كده على الشمس كده فراحوا مسمينها اسم اسمه اكتينو مايس مايسيس او اكتينو مايسيس. لو انت ترجمتها تفهم كل حاجه اكتينو ها لان بتبقى الكولوني راديتيريال ديستريبيوشن لايك سان ريز عامل اشعه دي الشمس وهي حجمها كبير زي الفطريات فكانوا متخيلين انها تكون ايه فراحوا مسمينها اكتينو مايسيت. مفهوم ولا مش مفهوم؟ بيسموا المرض اكتينو مايكوز البكتيريا. حد فاهم حاجه؟ عشان كده اللي مذاكرين مديوره فوق قبل كده واللي هيذاكروها معايا تاني بس انا بكون فاكرين الكلام ده يقول لك المديوره فوق في منها نوعين نوع معمول بكتيريا نوع معمول بكتيريا بس انهي بكتيريا بقى؟ اكتينو مايسيت مش بكتيريا وراحوا مسمينها اكتينو مايكوتيك مايسيكوم. جميل هناخد الكلام ده. طيب الاكتينوميسيتس دي في منها انواع مشهوره جدا 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 خدتوها زمان يقول لك ايه اقرا كده معايا معلش بص اقرا معايا كده الاكتينوميكوزس مكتوب ايه؟ الكوز اوف اورجانيزم ها اكتينوميسيت ايه؟ اسرائيلي دي اهم حاجه. الاورجانيزم ده للاسف هو كومنسال. هو مين؟ يعني ايه كومنسال؟ يعني موجود بس بكميات عاديه مش بيعمل حاجه. موجود فين بقى؟ يا ريت نحفظه صم بقى. نورمال فلورا اوف اورال كافيتي جاسترو انتستينال فيميل جينيتال تراك. كم حته؟ ممكن نحفظهم بعد اذنك. النوع فين؟ في البق ها؟ وفي مين ها؟ وفي الاورال كافيتي وفي مين؟ وفي الجاسترو انتستينال تراك وفي الفيميل جينيتال ايه؟ تراك. عارف انا استفدت ايه بالكلام ده؟ انواع الاكتينوميكوزيس خدتوها زمان ونسيته في البطنه وفي الجراحه وفي الباثولوجي. يقول لك مثلا بص في حاجه اسمها سيرفايكوفيشيال اكتينوميكوز. عارف ايه اللي حصل؟ هي موجوده فين اصلا؟ في البق.
انت بقى بتاخد انتي بايوتيك، بتعمل دنتال مانوفر، عملت حاجه بقى ريسك فاكتور خلاها تزيد، فتبدا تانفيد الجو وتطلع بره مثلا تعمل ساينس كده، فيسموها سيرفايكو فيشيال اكتينومايسوتوما. طب انا مش عندي في الجي اي تي، ممكن تزيد في الجي اي تي بسبب انتي بايوتيك او غيره، فيسموها ايه؟ جاستروانتستينال اكتينومايكوز. طب انا ممكن هي في الاورال كافيتي يحصل لها انهاليشن، يعني تخش اللانج، فتعمل ايه؟ بالمونري او ثوراسيك اكتينومايكوز. حد فاهم حاجه؟ يبقى اذا لما تقلب الصفحه كده، مين يشوف الصور؟ في صوره غريبه جدا، شايفين في لامبي جو كده بيسموه، يعني المانديبول بقى فيه ماس كده، وتلاقي ساينسز كده والدشارج بتطلع بس برده. مين فيهم بقى اللي حصل؟ هي اصلا موجوده جوه اورال كافيتي. اي ريسك فاكتور تروما، دنتال تروما، عمل فيستولا، عمل مش عارف بروليفريشن، ابتدت تكبر طلعت على الجو والكلام ده كله، يبقى اسمها اكتينومايكوز. طب ممكن تبقى في اللانج، تطلع على الشيست وول فتعمل لك ثوراسيك ليجن وهكذا. الخلاصه باختصار شديد، انا عندي بكتيريا اسمها اكتينو، مالها؟ كبيره زي الفطريات وعامله سان راي، اشهر واحده فيها الاسرائيلي، ودي مالها؟ كومنسال. كومنسال في اورال جينيتال اند جاسترو انتستاين، وده يفسر لك اماكن الانفكشن بتاعتها. انتوا عارفين يا جماعه زي الكانديدا كده، الناس اللي جولتها هناخد كانديدا، الكانديدا دي موجوده في بقك اصلا، فلما بتزيد تعمل اورال كانديدا، موجوده في الجي اي تي، فلما تزيد تعمل ايه؟ جاسترو انتستاينال، وتعمل بيري هينال والكلام ده كله في الاطفال، نبكن وهكذا. يعني حسب. طب هي موجوده في الفاجينا الكانديدا دي، فلما تزيد مع البريجنسي تعمل بالفو فاجينال كانديديز. الامراض الكومنسال لما تزيد في حته معينه تعمل المرض في نفس المكان. مفهوم الكلام ده؟ مش مفهوم. في واحده بقى زيها بالظبط في العيله دي، الناحيه الثانيه، اسمها النوكارديا. اسمها ايه؟ نوكارديا، زي الاكتينومايكوز بالظبط، يعني لارج وفيلامنتس، وتشبه ايه برضو؟ الفطر اللي هو. مفهوم ولا مش مفهوم؟ علشان كده قبل ما نقفل الكلام ده، لو في كام واحد هنا خدوا ايه؟ خدوا المديورة فوت او المايسوتوما، تروح تقراها تاني لحد ما اشرحها لك بالتفصيل. وفي ناس طبعا بدون ذكر اسماء، خليتها في الكام؟ مين المديورة فونت يقول لك في منها نوعين، ايه ومايكوتيك، ايه ومايكوتيك يعني اقول لك بطريات، ودي طبعا بسيطه في الكيري دايما، واكتر من مايكوتيك يعني ايه اكتر من مايكوتيك؟ معموله بكتيريا اللي هي اكتر من ايه؟ مايسيت، لا اكتر من مايسيت مونوكارديا. والله انا هطلب منك طلب بقى، سواء خدت ولا ما خدتش، طلعها كده صفحه كام؟ صفحه مديورة فونت صفحه كام؟ صفحه 106. 100 ايه؟ وستة. يلا بسرعة، 106. في جدول بالالوان كده، مين وصل له؟ بص يقول لك المديولا فوسي منها نوعين، ايومايكوتيك وايه؟ الايومايكوتيك معمولة بفطريات، صح؟ فانجار. كوزد باي ترو فانجار. فانتوا معلمين اهو، بيكون كل حاجة اهو. لكن بص بقى الابتينومايكوزد كوزد باي ايه؟ بكتيريا. عارف بقى لو حد ذكي، البكتيريا نوعين، اكتينومايسيت مونوكارديا. قول يا سلام، ما هم دول الاثنين اللي هم يشبهوا الفطريات، يمكن عشان كده هم غلطوا قالوا عليها ايه؟ المديوله تبعهم. حد فاهم حاجه؟ يا رب يكون فاهمنا حاجه. خلاص؟ ايه؟ كلينيكال تتلخبطي، ما تعرفيش، مش كده احنا كنا قلنا لازم نعمل كالشر ونشوف مايكروسكوبك عشان نعرف هي بكتيريا ولا ايه؟ لان بناء عليه انا قلت لكم زمان وهقول تاني نوع العلاج. اصل لو المديوله فوت دي معموله بفطريات تاخد سيستميك انتي فانجر، لكن لو معموله ببكتيريا تاخد ايه؟ تاخد انتي بكتيريا. مفهوم؟ كده احنا برضه نكون فهمنا الشابتر بتاع البكتيريا. الناس اللي حضرت معايا من الاول الحمد لله قدامنا 10 دقايق.